يا حسرتي يا حسرتي إن لم أعجل توبتي ما زال تأجيلي ينغص عيشتي. من ذا الذي ضمن الحياة وطولها لأتوب للمولى قبيل منيتي؟ لكنه الموت الذي لا يردع إن حان موعده وحانت ساعتي. أين المفر وبين فكيه انكوى ندما فؤادي صارخا يا حسرتي يا حسرتي إن لم أعجل توبتي ما زال تأجيلي ينغص عيشتي. كان صلى الله عليه وسلم يقول ويكرر: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته ومات على ملته إلى يوم الدين. آمين آمين. أما بعد أيها الأخوة المؤمنون أيها الأخوات المؤمنات، أواصل حديثي حول شروط التوبة النصوح، حول شروط التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. وكان الحديث في الجمعة ما قبل الأخيرة حول الإقلاع عن المعصية، الابتعاد عن المعصية، انطلاقا من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إلى قوله تعالى: فهل أنتم منتهون. وقد حدثنا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: انتهينا ربنا انتهينا ربنا وأقلعوا عن المعصية. ابن هذا ركن من الأركان ديال التوبة وهو الإقلاع عن المعصية. لكن لا يكفي الإخلاص وحده، لا يكفي والندم وحده، لا يكفي والإقلاع عن المعصية لا يكفي، بل هناك شرط آخر وركن آخر من أركان التوبة وهو العزم الأكيد على عدم العودة. ساعة التوبة ولحظة التوبة ووقت التوبة ينبغي أن يكون عقد عزم الإنسان التائب والراجع إلى الله على أن لا يعود إلى المعصية أبدا، حتى لا ينطبق عليه توبة الكذابين ويتوب وهو ربما في معصية، أو يتوب وهو عنده عزم أكيد على أنه سيعود إلى المعصية. لا وأنف لا، لا بد من العزم على عدم العودة. والعزم كما عرفه العلماء هو الجد، بالدارجة تنقول المعقول. كذلك عرفه الشوكاني بالثبات والحزم، تقول كلمة وتتعقد العزم ولكن أنت ثابت فيما تقول وأنت حازم أيضا فيما تقول. وعرفه الزمخشري بقوله: الجد والثبات والصبر، الجد والثبات والصبر. والعزم الذي نتحدث عنه في هذا المقام هو عمل قلبي، واحد العمل ديال القلب، وهو أن يوطن الإنسان نفسه ويعقد العزم والنية الصادقة ويتخذ قرارا بترك المعاصي وبأداء الواجبات. رحنا نتكلم على ركن أساسي من الأركان ديال التوبة، بمعنى راه إلا ما تحققش واحد الركن راه تتكون التوبة ناقصة. ولك العمل ناقص فأمره إلى الله
إن شاء قبله وإن شكر فضله سبحانه وتعالى فله أمر بذلك. إذا لا بد للإنسان أن يترك المعاصي وأن يكون عنده العزم أن لا يعود إليها. ولكن تأملوا معي إخواني الكرام أخواتي الكريمات، علماء الأمة وآيات كثيرة وأحاديث كثيرة تتحدث عن هذا الركن وعن هذا الشرط من شروط التوبة، فيقولون العزم على عدم العودة، ما قالوش عدم العودة. دابا الشرط ماشي هو عدم العودة، الشرط هو العزم على عدم العودة. ولو كان الشرط هو عدم العودة لما تاب أحد إلى الله. شوفوا الرحمة ديال الإسلام، شوفوا اليسر ديال الإسلام. العلماء ديال الأمة قالوا لنا واحد الركن من أركان ديال التوبة هو العزم على عدم العودة، ما قالوا لناش عدم العودة. لماذا؟ لأن الإنسان قد يتوب وتكون توبته صادقة وخالصة ومقبولة عند الله، وقد يعود إلى المعصية وإلى الذنب وإلى الإثم. وهذا ما وضحه رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه عز وجل. هذا حديث قدسي. إذا تنقلوا رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز أو فيما يحكيه عن ربه عز أو عن ربه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه عز قال أذنب عبد ذنبا. واحد العام وقع في واحد الذنب، واحد العمل ديال المعصية ديال المخالفة اللي تترتب عليه واحد الذنب عند الله، هذا هو المعنى. فقال العبد اللهم اغفر لي ذنبي. قال يا ربي اغفر لي ذنبي. فقال الله سبحانه وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ما معنى يغفر الذنب؟ المؤمن تيكون عنده واحد الأمل في الله، تيكون عنده واحد اليقين في الله، تيكون عنده واحد الرجاء في الله عز وجل. قد يقع في الذنب ولكن سرعان ما يعود ويرجع إلى الله عز وجل، كما وقع لهذا العبد الذي يحكي عنه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ويروي هذا الأمر عن رب عزة. إذا تيقول الله تعالى علم عبدي أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب في رواية يأخذ به. ما معنى يأخذ به؟ لأن ما كاينش في الكون كله شي عظيم من العظماء ديال الدنيا، شي زعيم شي عليم أو شي عالم شي فيلسوف كيف ما كان نوعه يستطيع أن يأخذ بالذنب. ما تستغربوش بهذا الكلام، ربما احنا تيجينا بسيط فوق، ولكن هناك مفكرون وهناك فلاسفة وعلماء عند الغرب يعتقدون أن البشر يأخذ بالذنب وما يسمى عندهم بسقوط الغفران، حيث يقوم أحدهم بمعصية ويذهب إلى القديس أو إلى القس أو إلى رجل الدين فيعطيه نصيبا من المال حسب المعصية التي اقترفها ويغفر له ذلك الرجل ذنبه. إذن هذا خلاف عقيدة، وهذا خلاف السلوك، وهذا خلاف العمل عند هؤلاء. إذا الذي يأخذ بالذنب هو الله سبحانه وتعالى، الذي يغفره لك أو لا يغفره لك هو الله سبحانه وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. هذه من الاختصاصات ديال المولى جل وعلا، ولكن من انحرف عن هذا المنهاج إذا وقع في المخالفة وقع في الخطور. إذا الله تعالى يقول لهذا العبد علم عبدي فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب. راه تنشرحوا الركن الرابع من أركان التوبة اللي هو العزم على عدم العودة إلى الذنب، وليس عدم العودة إلى الذنب. إذا تيقول ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي. في عودة الرجل وذيك المرأة
ولا ذاك العام تيعاوني نقع في المعصية وتيقول أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: علم عبدي أن عبدي أذنب ذنبا فعلم أنه ربان يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب مرة أخرى فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربان يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ماذا يقول الله في الآخر؟ اعمل ما شئت فإني قد غفرت لك. شوفوا سعة رحمه الله، شوفوا سعة الظهور، راه هاد الأفكار ماشي حنا دابا تنقول هاد الكلام تنشجعوا الناس على المعاصي، على هذا اللي صلى الله عليه وسلم روى لنا هذا الحديث. هو الحريص صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علمتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الذي قال لنا هذا صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة، هو الذي حرص على الهداية ديالنا وعلى الاستقامة ديالنا وعلى ترك المعصية وعلى التزام بالطاعة. إذا كيف نفهم هذا؟ أي نفهم سعة رحمة الله لخلقه، ماشي في بعد أننا نديروا المعصية ونعاود نديروا المعصية ونعاود نديروا المعصية. إذا ما حققناش الركن الرابع من أركان التوبة وهو العزم الأكيد على عدم الرجوع إلى المعصية. وكثيرا ما حدثنا ربنا سبحانه وتعالى عن هذا القرآن العظيم، هذا العزم، هذا العزم. كثير ما حدثنا الله عنه في القرآن، قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. شوفوا هذا الخلق، شوفوا هذا الركن اللي حققتيه بزاف، هذا العزم. تيكون عندك الجد وتيكون عندك الثبات وعندك الصبر وعندك الإرادة القوية لكي تقتلع عن المعصية. ما تكسبك هذا الخلق؟ اسمع ما قاله الله عز وجل عن آدم: آدم راسه كما قال أكثر من واحد من المفسرين لن يزيد له ربنا عزما. الله تعالى عهد إليه: إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هذا هو عهد الله لآدم، ولكن آدم لم يكن له العزم كما قال كثير من المفسرين الكافي لكي يتذكر قول الله وأمر الله، فوقع في المعصية فطبق عليه، طبقت عليه سنة الله أن أخرجه الله تعالى من الجنة. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. لماذا هذا الكلام؟ لأن العزم ينبغي أن يكون من العدل، لأن كثير من الناس تيوقعوا في المعاصي بالإرادة ديالهم وبالعزم ديالهم وبالنية ديالهم وبالقصد ديالهم، وتينسبوا الأعمال ديالهم المنوطة بهم إلى الله. واحد قتل كتب علي الله القتل، واحد شرب الخمر كتب علي الله شرب الخمر، واحد يعق والديه كتب علي الله عق والديه، واحد مرض شهادته كتب علي الله مرض. لا، العزم من العيب. الله تعالى يقول: ولم نجد له عزما. حتى آدم ولو أنه أبو الأنبياء وأبو البشر، الله تعالى ما دام ما تحققش بهذا الخلق إذا يخضعه إلى سنة الله عز وجل بخلقه، ثم أخضعه سبحانه وتعالى إلى سنة الله بخلقه، وهو أنه تاب وعاد إلى الله. علم الله واحد كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وهذه الكلمات يقوله تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هكذا انتهت معصية آدم بالتوبة والرجوع إلى الله. ثم قال تعالى في سياق آخر: لتبلون في أنفسكم، لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. العزم أين ينفعك العزم؟ ينفعك في الابتلاء، ينفعك في النقص من الأموال. وما أصعبه أن يسكن الإنسان وأن تكون
عزيمة أكيدة أن لا يعود إلى المعصية إذا ابتلي في ماله. نعم، هب أن إنسانا ما كانت عنده ثروة وذهبت تلك الثروة وهو تاب ورجع إلى الله، هل يقوم بأعمال مثلا هل يقع في الربا أو هل يقع في النصب أو الاحتيال أو السرقة أو هل مجرد من أنواع اختلاسات وأنواع أخذ مال بالحرام؟ هذا هو الله فهم هذا، فإن ذلك من عزم الأمور. تبتلي إلى الله، عدت إلى الله، قد يبتليك الله عز وجل في أمواله، إذا ينبغي أن يكون عندك العزم الأكيد على أن لا تعود إلى المعصية. ابتلاك الله عز وجل في المسجد، ربما بمرض أو بموت ابن أو ابنة أو زوجة أو أب أو أخ أو زوج أو أب مجرى أو قريب أو صديق أو صاحب أو شريك أو أب مجرى من أنواع الابتلاء، الابتلاءات التي تصيب الأنفس. إذن هل تصبر؟ هل تثبت؟ هل يبقى عندك العزم على مواصلة الطاعة والعبادة والاستقامة إلى الله؟ ولذلك قال تعالى: لنبلونكم في أموال تبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين آذوا من الذين أشركوا أذى كثيرا. تقدر دير واحد الخير ويروج عليك الناس بأنك شرير أو بأنك تريد كذا وتريد كذا، والله وحده هو الذي يعلم نيتك. واش غتصبر وتستمر في ذاك الخير وتستمر في الطاعة ولا غادي تنحرف وتنخالف على عقبيك كما جاء في القرآن الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. إذا لذلك فهمها من هذه الآية أن ابتلاءات كثيرة المخرج منها والمنجأ فيها بعد الله تعالى إلى خلقه وإلى هذا الركن الأساسي من أركان التوبة، وهو العزم على عدم عودته إلى الذنب وإلى المعصية. وقال تعالى على لسان لقمان رحمه الله وهو يوصي ابنه بعد أن وصاه ببر الوالدين وبعدم الشرك قبل ذلك ونبههم إلى عظمة الله وإلى قدرة الله، ثم قال له: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. راه دايما تنقول واحد فكرة جوهرية ما يمشيش الإنسان يقلب على الابتلاء، لا، ربي قال عليك تختار أفكار وتختار دعوة وتختار طريقة وتختار وسيلة أرقى ما يكون في الأفكار وأرقى ما يكون في الكلمات وفي الوسائل ينبغي أن تدخل بها. فساعة إن ابتليت تدخل في هذه الآية، أما التهور ولا تجاهل معاصي الإنسان ما إلى غير ذلك تقول هذا ابتلاء، لا وألف لا، لا وألف لا. الله تعالى قال: يبلوكم أيكم أحسن عملا أخلصه وأصوبه. الإخلاص لا يكفي والصواب لا يكفي، ينبغي أن يكون هذان الخلقان معا، الإخلاص والصواب في العمل. إذا قل سيدنا لقمان عليه الصلاة والسلام يقول لابنه: إن ذلك من عزم الأمور. ثم يقول ربنا عز وجل: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فإذا عزم الأمر جد الأمر في مكان جد فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. إذن هذا الكلام المراد به وهو وجه لأصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم خاطب الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم، أولو الجد، أولو العزيمة، أولو التبات، أولو الصبر. وقد حصلهم العلماء في خمسة نوح وموسى وعيسى وإبراهيم ومحمد عليه صلوات الله وسلامه، وهناك من قال على أن الأنبياء والرسل كلهم من الرسل ومن الأنبياء أولو العزم، كلهم أولو العزم، أي أولو الجد وأولو الصدق وأولو التبات. نفعني الله وإياكم بكتاب الحديث وبالأحاديث.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفوا. هذا الخلق العظيم وهذا الركن الركيب الذي هو من أركان التوبة يحتاجه الإنسان ليس فقط في التوبة. لما تقول من الأركان ديال التوبة العشر معنى عدم العمل، ماشي تنحتاج هذا الخلق في التوبة، لا، نحتاجه في كل ما نعيشه وكل ما نحياه في هذه الدنيا. نحتاج العزم في طلب العلم، نحتاج العزم مثلا في عمل، نحتاج العزم في الاسره في الزواج. الانسان اللي ما عندوش عزم ما يمكنش ينشا واحد الاسره. نحتاج العزم ايضا في تربيه الابناء. الانسان اللي ما عندوش عزم اكيد لا يمكن له ان يربي ابناءه تربيه حسنه. نحتاج العزم في الزوار، في السفر، في الحضر، في التجارة، في الفلاحة، في الصناعة، في الإدارة، في كل مكان. هذا الخلق خلق عظيم كما ذكر الله عز وجل في الآيات السالفة في الذكر. فلنسمع إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يحثنا على هذا الأمر. الحديث صححه الإمام الألباني رحمة الله عليه. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا شداد ابن أوس، إذا رأيت الناس قد اجتنزوا الذهب والفضة. اسمع، هذا أكيد يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابي لربما فقير كالفقير. قال: إذا رأيت الناس قد اجتنزوا الذهب والفضة. ما تعيش النصاص على الذين يجتنزون الذهب والفضة أبدا، ولكن الناس درجات، الناس مراتب، الله سبحانه وتعالى اختار بعضنا على بعض في الرزق. قالوا: إذا رأيت الناس قد اجتنزوا الذهب والفضة فأكثر من هؤلاء الكلمات. قالوا: كثر هذه الكلمات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. قالوا: اطلب الله الثبات في الأمر. ما معنى الأمر؟ أي في الاستقامة. إذا ربي هدى القلب ديالك وربي نور القلب ديالك ونور البصيرة ديالك، فاطلب الله يثبتك على هذا الأمر. هذا رفض من كل شيء. الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. العزيمة هي من الصبر ومواصلة الطريق المستقيم. ثبت وتستمر على الثبات ديالك، هذا هو العزيمة. إما تقول دابا الآن العزم على عدم العودة. كملنا بصحته، قد يقول: واسالك موجبات رحمته وعزائم مغفرته، واسالك شكر نعمته وحسن عبادته، واسالك قلبا سليما ولسانا صادقا، واسالك من خير ما تعلم، واعوذ بك من شر ما تعلم، واعوذ بك من شر ما تعلم، واستغفرك لما تعلم، انك انت علام الغيوب. هكذا علم الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام، وعلى رأسهم هذا الصحابي الجليل، وعلمنا جميعا أن نسأل الله عز وجل هذه الأخلاق الفاضلة التي بها تحيا الأمم، قبل المال، قبل التصور، قبل الدار، قبل الزوجة، قبل الأبناء. ينبغي أن تتوفر هذه الأخلاق، وإذا كانت الثروة أيضا ينبغي أن تكون معالي الأخلاق، وإذا كانت الأسرة ينبغي أن تكون معالي الأخلاق. وهكذا أن نسأل الله تعالى بعزمه وبصدقه وبيقين أن يرزقنا هذه الأخلاق الفاضلة. أعطي مثال واحد أمثلة في هذا الثبات وفي هذا الصدد كثيرة جدا لا يسع الوقت لذكرها كلها أو ذكر جلها أو بعضها، فقد أكتفي بنموذج واحد من النماذج ومن الرجال الذين رباهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا الصحابة الكرام رضي الله عنهم. الحديث هذا جاء في البخاري وفي غيره. عن حديث ابن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني. هذا صحابي جاءته في النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه. ثم سألته فأعطاني. ثم قال: يا حكيم. طلب النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوه وتعطيه.
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاش يوزع الصدقات مزيان، ولكن رجع عاوتاني ينزل الناس، يسمح الناس تكون عزة وكرامة عند الناس، تكون شهامة عند الناس، تكون تربية عند الناس. ثم قال له: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة أو حلوة خضرة على حسب الروايات، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له. قال له: هذا المال راه زوين محبب إلى النفس، حلو ودين للنفس، اللي اختار السخاوة ديال النفس الله تعالى تبارك فيه، يعني الكرامة ديال النفس الله تعالى تبارك فيه. ومن أخذه بإسراف نفسه، بإشراف نفسه لم يبارك له فيه. إشراف هو التطلع إلى المال. بإشراف نفسه لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع. اليد العليا خير من اليد السفلى. نصحوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه النصيحة، قال له: اللي خدا هاد المال بهاد الطريقة، ها كيفاش اللي خدا بهاد الطريقة ها كيفاش، وراه اليد العليا اللي تتعطي أحسن من اليد السفلى، لأن ربي إلا خلق خدا زي الكريجة اللي تتعطي علاش تتاخذ؟ لأن الناس هاد الصحابي ماذا وقع له؟ وشوفوا العزم، شوفوا التمزيد، شوفوا المعقول على العدم الأولى إلا ما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أو نبهه النبي صلى الله عليه وسلم إليه. قال حكيم: قلت يا رسول الله، والله والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفرد. قال: والله ما مازال نطلب شي واحد حتى هذا كان تسعة وشلون النبي صلى الله عليه وسلم العزيمة ديالو العزم ديالو، قال له: والله ما نطلب شي واحد حتى نموت. فمات النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أبو بكر يدعو حكيما إلى الرهطاء. قال أبو بكر: تياخذ من المسلمين وتيم الزكاة ديال المسلمين والفائدة ديال المسلمين وتيبغي يعطي الحكيم. تيقول له: لا، ما نقدرش ناخذ إلا من عرق جبيني قد عاهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عزمت على ألا يأخذ من أحد. مات أبو بكر وجاء عمر بن الخطاب، فكان يعطيه أيضا فيأبى. فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيمي أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء الغنيمة، فيأبى أن يأخذه، فلن يرزق أحدا حكيم أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ذهب إلى الله. شوفوا العزة ديال النبي، شوفوا الكرامة، هو الاخلاق اللي كتستعرض. دابا حنا بلا الناس كل هذا واقعنا تنقلبوا غير على الفلوس نجيبوها من طريقه سهله، حتى انتشر فيما بيننا الهزه، شي يتامى، شي ارمله، شي المهم، شي حاجه نبينوا فيها شي عيب باش ناخذوا الى غير ذلك. تيقلب بنادم على الهزه ما تيعرفش ويكافئ ويجري ويحرر ديك الفلوس ديالو، يعني يحررها بعرق جبينه، بالتجارة ولا بوظيفة ولا بالصفا ولا بفلاحة ولا بهرم وشرة، انتصر بيننا على أن الذكي هو الذي يأخذ المال من غير أن يبذل جهده. لا وألف لا، لقد علمنا رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأخلاق الفاضلة. أذكركم في كلمات معدودة بالنفقة مرة أخرى فيها الباب من أبواب الخير، وهو بناء مسجد اسمه رياض الخير. هذه الجمعية تأتيكم من وقت إلى آخر، إنها الشروط كلها التي تمنحها أن تأخذ المساعدة من المسلمين. ومن طبيعة الحال اللي غيهتم بالمساجد من بين الناس اللي غيهتموا بالمساجد الناس اللي تيصلوا في المساجد. إذا هاد الإخوة اللي يقولوا انتم راه عندكم مسجد فيه خطبة فيه إمام فيه مكبر الصوت فيه زليج فيه فراش فيه إلى غير ذلك، هما مازال ما كملوش المسجد فين غيصليو وفين غيعبدوا الله تعالى. إذا هذا واحد الباب ديال من أبواب ديال الخير، ومن أحسن النفقات في هذا الزمان هي تنفق على بيوت الله عز وجل. والله تعالى سيقول لنا: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. أبلوا إخواني كرام الله عليكم، فاش يجي الموت ما تتمناوش نصليو، ما تتمناوش نصوموا، ما تتمناوش نجاهدوا في سبيل الله،
ما تتمناوش نقراو القران، ما تتمناوش نروحوا الاباء ديالنا، ما تتمناوش نتمناو، تنتمناو حاجه واحده على القران الذي يقول. ولماذا يقول القران هكذا؟ ليعرفنا بقيمه ودرجه الصدقه في سبيل الله، وخاصه اذا انفق الانسان في بيوت الله في بنائها وتشييدها والى غير وصيانتها الى غير ذلك. ماذا يقول الانسان؟ لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكون من الصالحين. اذن نتخيل اننا جاءتنا الموت بعد طول عمرنا ان شاء الله جميعا، وتمنينا ان نتصدق، اذن هذا باب من ابواب الصدقه، فلنفعل يفعل الله واياكم بالسبيل المبين. وفي احاديث الاولين والاخرين وجارني واياكم من عذاب المهين وغفرني ولكم سائر المسلمين. اللهم اجمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، لا تقرب قلم ان تقرب قد سلم من قلم الشر معصوما. اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا حولنا شقين ومحجوبا. اللهم انا نسالك زياده في الدين، اللهم انا نسالك زياده في الدين، واللهم انا نسالك يا ربنا زياده في الدين وبركه في العمر وسعه في الرزق وقوة في البدن وصلاحا في الذرية، ونسألك يا الله توبة صادقة وخالصة قبل الموت، ونسألك شهادة عند الموت ورحمة بعد الموت، ونسألك ثباتا عند الصراط وعفوا عند الحساب وأمنا من النار ونصيبا كبيرا من الجنة. ونسألك يا ربنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا جميعا، ولا تحرم أزواجنا وأبناءنا وبناتنا وأمهاتنا وآباءنا وإخواننا وأخواتنا من النظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، إنك نعم الأولى ونعم المصير. يا رب لا تدع لنا في مقامنا هذا الذنب إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسجونا إلا أطلقت سراحه، ولا مسجونا إلا أطلقت سراحه، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته وخذلته، ولا مجاهدا الا وصلته، ولا عدوا الا هزمته، ولا حاجز من حوائج الدنيا والاخره الا قرن الا رضا، ولنا فيها صلاح الا يسرتها وعجلت بقضائها يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم من كانت له حاجز في هذا الجنه المبارك اللهم اغفر له يا رب. من كان مريضا او كان عنده مريض اللهم اشف مرضاه يا الله، واذهب المه يا الله. اللهم من كان له عليه دين فاللهم اغفر دينه يا الله. اللهم اقض دينه يا الله، اللهم اقض دينه يا الله. اللهم من كانت له الحاجه في هذا الجمع المبارك في يدك او في يد احد من خلقك اللهم اقضها له يا الله، واعجل بقضائها واجعل في قضائها خير الدين الدنيا والاخره انك نعم المولى ونعم الوكيل. اللهم وفق ذلك له من السادس الى ما تحب وترضى. اللهم عليه الحق حق وارزقه اتباعه، وعليه الباطل باطل وارزقه اجتنابه. اللهم يا رب هيئ له بطانه صالحه تدل على